حقيقتي ما أنت فرحت وين أي جيت هاي إن أنا كسر وأنا هاي دقمة كمدة دقموينك وجو قديم سن وجو ما قاعد دير ما قاعد إذا وميل فكسر وجيده عابد واق أرجع واق هدا تقانين وأري إلهي مركو ماشي إلهي اللي هو عبده ما قاعد الله أيو كسر وجيده ومجاله حضارة له يدي يدق النور أقانته يدين تب مرك أنت هدان كي وجد به وحن ربا هل كان إن عن كحصة إن عن ديار قلنا هاي سيدي أن وحقو قلنا لهن لباتوين ك هاي است مجاله دان قرأهان يجود أهم به مامولك قولات كجلمدك كدولة دهان وحنقة جوان إنن كده بجينه دولة قبلة دي ده كلاء الدلك وحن أوبح إن مشروع لي راه كده بجين إن شاء الله ويحدين عيننا جرو بس كده هنا سيدي عن قب وقاعدن لهين سيدا أقول أخسيه بدل مركم كنا غضو مقال ماذا حدا دلك المقدشو وحن ربا قل مدوك إنن وحير كحصو عقبات بدن أيها هستو مد جداه يمد بنان كده هو مد كجداه دان وحير كتاب تو حكم ده قل مدوك جده هذا يذا إزدشو كان للدلايو كوحد دلايو ورجل مدوك كان للدلاين ورجل مدوك وأرن فالحن يذا عصر كان لوجر الله يكون إلى وقتك إن قرتدينا لكنك علمتنا كنا الجل مدوك أيسن وعيب بذي وعيقلن حوله أيسن كقيب قاضن أو أه سدي اللوجل جد بلها أرين تصفرش حن مركز رجل مدوك أي يجد أحد وده واحد سجل الله ينايان تاهدن كجد بوحان هل كان ربعين تعسوا وقديره جزياشي إذا ما ذهنا سراكيشي ولا لهن يا قرن كأه قبيل ما هن إيه وقرن مركز وحن وتعسيدين يا دمان رجل مدوك يدمان شعبك الصوماليات وإيكا بحين ذاتك قيمها له إسراكيشة وحان إلهي وقبرية إنه نحريستي جنة وكورا بيو ذاتك الدلي أما عدي كدن بيسين قعن أذك القصة وقبته وحان فريم مدحوينها قبلاتك قل مدوك مدحوين قورقور إيو قليز وزير هذا إيو أمنيكي سبقيني قعن قصوا ديقان قعن كدق لياشي شرعيقان الله هركينا دو إلهي سبحانه وتعالى خالق النور وحن ربا حاجيغاس مركا اوغاس واكمها سانتا هاي وحن رجينيا سيدو اوغو دخسيه بادن انان عابد واوغو سو نقضو مركي او دمادو بسمهان قروح دو بادن واد هل كان كودد ان شاء الله وحن دل كسام مقشين دورشا يو اوغد بيها doorashadaas taariikh dheer ayay soo martay laga soo bilaabo markii la sameeyay gudigii doorashooyinka qaran ay hoggaaminaysay walaashay Xaliim Yareey oo la qorsheeyay in dalku uu ka dhaco doorasho hal qof iyo hal cod ah waad garan kartaan lacag fara badan ayaa ku baxday sidii gudigaas aqoontooda khibradooda meelahay ay doorasho ku qabanayeen iyo dokumentiyada ay ku qabanayeen ayaa ku baxay markay soo dhameeyeen oo loo soo diyaar garoobay qaar kamid maamul goboleedyada ayaa diiday una arkay inay macquul aheyn inuu dalka ka dhaco doorasho hal qof iyo hal cod ah dadal dheer iyo tanaasul badan uu sameeyay madaxweynaha ayaa markii dambe wuxuu arkay in xaalad adag uu dalka galayo sida darteed ayuu ka aqbalay inuu uga tanaasulo in dalku galo doorasho dadban ما شاء الله doorashada dadbaneed waa la qaatay waa lagu heshiyay hadana caqabad ayaa loo arkay doorashada dadbaneed in aan iska dhex arki karin cid kasta cid ay doontaa taa hadda farta kuma fiiqay gudiyada ayaa la sameeyay gudiyadii ayaa cabasho laga muujiyay goobinta orgiga ka weyn waxaan rabaa doorashadaas oo aniga ka raisul wasaar ahaan aan mas'uuliyadeeda qaran ee aan qaaday waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ii fududeeyo
waajibkeeda iyo xaqeedana iyo cadaaladeedana aan marsiyo idinkana waxaan rabaa inaad faatixada ugu martaan inuu ilaahay ii fududeeyo